فرصة فيريرا الأخيرة مع الزمالك ضد الترجي التونسي، هيعمل إيه؟ طبعا فيريرا حقيقته إنه يمشي من بدري ويسيب تاريخ كويس جدا مع نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي حقق معاه دوري وكاس السنة اللي فاتت في موقف كان الزمالك فيه صعب جدا، ولكن النتائج السنة دي من أول الموسم مش ماشية مع فيريرا، مش ماشية مع نادي الزمالك، فكان حقيقته إنه يمشي ويسيب سيرة حلوة وما عملش ده. زائد إن كان في التعاقد بتاع فيريرا شرط جزائي قوي جدا، بعد ما قالوا انه يمشي رجعوه تاني عشان الشرط الجزائي، والسنه دي الزمالك في موقف لا يحسد عليه، لا يحسد عليه. مش هو ده الزمالك اللي شفناه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها؟ مش هو ده الزمالك الفن والهندسه محتاج تصحيح جديد ودم حقيقي واللعيبه تلعب رجاله في الملعب عشان جمهور الزمالك مش عشان فيريرا. فيريرا يعني وصل جمهور الزمالك للغضب ومرحلة يعني مش كويسة خالص، وأسامة نبيه بقى متعلق بوجود فيريرا أو مش فيريرا لأنه في جهاز فيريرا، والأداء والنتائج مش على هوا جمهور النادي الزمالك، مش طبيعية بالنسبة لاسم نادي الزمالك. مباراة الترجي مباراة صعبة، ممكن في ناس من جمهور الزمالك يحس إن المباراة لو اتغلب الزمالك هيمشي فيريرا وهيريحنا، ولو كسب الزمالك حاجة مفرحة جدا إن الزمالك هيدخل في المنافسة على الصعود في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والزمالك بيحلم بتحقيق السادسة، وإن شاء الله بإذن الله الزمالك يوفق لذلك. يعني إحنا عايزين نشوف الزمالك، بس أنا عاوز أقول حاجة، ما نكسب الزمالك وفريرا يمشي، إيه المانع إن فريرا يمشي؟ مع لو كسب يمشي والناس مبسوطة منه، يمشي والجمهور بيسقف له، هو أنت لازم يعني تمشي والناس كلها بتشتم وبتدعي عليك؟ اكسب يا عم فريرا وامشي، سيب الزمالك والجمهور يعني حاسس لك بحاجه ان انت اديت معاه. باتشيكو قبل كده مشي من الزمالك وهو كسبان، اخر ماتش كان لباتشيكو مع الزمالك كسب 2-0 وراح على نادي الزمالك وهو مدرب جيد جدا. فانت يا عم فريرا ايه اللي ايه تعلقك ده وايه التمسك الرهيب ده؟ نمشي بالتراضي وخلاص، شرط اعجاز. انت عاوز، انت عندك كام سنه يا عم فريرا؟ ده انت خلاص يعني انت هتاخد فلوس تعمل بيها ايه؟ وزعهم على الغلابه والمساكين. السلام عليكم.